تحقيق هذا اللقب الافريقي، وكان حظه ما شاء الله حلو جدا ان قدر النادي الاهلي يحقق اللقب الثامن ليه في تاريخ هذه البطوله ويصل بينا لمونديال العالم للانديه. نجم النجوم الكابتن علي محمد علي. كابتن علي اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن عماد، ومبروك لمصر ومبروك للنادي الاهلي. اسمح لي في الاول يعني لازم ادي جمهور الاهلي النهارده حقه اللي حضر المباراه النهارده. الجمهور اسعدنا جدا بالتشجيع والمسانده. عودة الجمهور للمدرجات بالفعل يعني كان هو نقطة تحول في أداء النادي الأهلي في الوقت اللي كان الأهلي الشوط الأول كان مضغوط شوية. الشوط الثاني بالحماس الجماهيري الموجود انتقل للاعبين، اللاعبين حقيقة على قدر المسؤولية كالمعطيات. دايما الأهلي بيفرحنا، دايما الأهلي هو مصدر سعادة لينا في الفترة الصعبة اللي بتمر بيها مصر الحبيبة مصر الغالية. أهني مجلس إدارة النادي الأهلي على الثقة اللي إداها المدرب أعتقد هو محسن بالمكاسب الكبيرة قبل البطولة محمد يوسف النهارده. حقيقة يعني ادانا احساس بان الكرة المصرية بخير، في وجوه وفي اسماء، في مدربين قادرين على قيادة الكرة المصرية في الفترة القادمة ان شاء الله. ورد اعتبار كان مهم قوي النهارده كرة القدم المصرية بعد الاخفاق اللي كان امام غانا. اعتقد النادي الاهلي النهارده يعني هو كان مصدر سعادة. مجلس ادارة الاهلي يستحق الشكر والثناء على الثقة اللي اداها المدرب الشاب هو محمد يوسف. واللعيبه الحقيقه النهارده كانوا على قدر المسؤوليه. شفنا روح الفانيلا الحمراء بالفعل كانت هي اهم المكاسب النهارده. النادي الاهلي فاز فوز مستحق، اداء رائع في الشوط الثاني بالتحديد، هدفين. اعتقد النهارده الجميع سعيد بالانتصار، سعيد بعوده الاحتفالات الشوارع المصريه، الانتقال الى النقاط بقى التاريخيه، اللقب السادس لقاء الجمعه، اللقب الثامن للنادي الاهلي، مشاركه كاس العالم ومعدل رقم اوكلاند النيوزيلندي بالمشاركات في كاس العالم للانديه للمره الخامسه. اعتقد النهارده الكل سعيد، الكل فرحان جدا بهذا الانتصار. وانا كمعلق كمان بيكون ليا الحظوظ ان يعني صوتي يرتبط ببطوله، يرتبط بتاريخ. الحمد لله يعني انا سعيد جدا بهذه المباراه اللي اعتقد برضه رد شيء من اعتباري كمعلق بعد خساره مصر امام غانا واحده. انت بتؤمن بالحظ والتفاؤل والتشاؤم والحاجات دي يا كابتن علي ولا انا ما اعرفش عنك كده على فكره؟ لا والله عملت مش موضوع تفاؤل وتشاؤم، بس احيانا برضه بيبقى عليك ضغوط كمعلق. بعض الناس يقول لك النهارده والاهلي لازم يكسب وما، فكان عليا بعض الضغوط يعني برضه لا شك في ضغوط على الكيف بالنسبه للمباراه دي. لكن انا سعيد الحقيقه. وبرضه نقطه مهمه النهارده انا يعني انت بتعلق من قلبك يعني النهارده برضه النقطه المهمه الحاجه اللي بتوصل للناس لما بتكون من قلبك. صحيح. تابعتكم النهارده على فكره يا عماد، انا اشكر قناه الاهلي على التغطيه المتميزه. انا تابعتك النهارده من الساعه 3 كنت معاك، تابعت لقاءاتك، تابعت التشكيل من عندك، تابعت استوديو فقرات كده الكابتن الدكتور طه اسماعيل الحقيقه استاذنا اللي مستمتع بيه دايما، وجود الكابتن فاروق جعفر، الكابتن زكريا ناصر. الحقيقه النهارده قناه الاهلي كان ليها تغطيه متميزه النهارده، يعني كان في تكامل وكان في متابعه ليكوا، وده شيء جميل. احنا اذا كنا بنتنافس في القنوات الرياضيه لكن اعتقد المنافسه بنكمل بعض، وده شيء مهم جدا. والحمد لله الاهلي كسب، ده المهم. ربنا يخليك كابتن علي على هذه الاشاده، وده دورنا طبعا لجماهير مصر كلها، ومش بقول جماهير الاهلي بس، لان انا حابب اتكلم في نقطه هي الاهم. انت كنت لسه بتتكلم فيها ان مصر كلها كانت بتنتظر فوز النادي الاهلي النهارده كابتن علي. بالفعل والله كابتن عماد، يعني اختلاف انتماءاتنا اعتقد كلنا سعداء بالفوز، وكلنا كنا منتظرين الفوز. يعني لما تكون منتظر شيء وحاطط امال كبيره عليه، والحقيقه الرجاله رجاله الاهلي النهارده الحقيقه يعني ما كذبوش الخبر، وبالفعل كانوا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤوليه، واستمتعنا باللمحات الجميله وهدفين في منتهى الروعه. ويعني النهارده الحقيقه كان جو مثالي، واكيد المكسب الكبير عوده الجمهور للمدرجات، وان شاء الله عوده النشاط وعوده الرياضه، لان بالفعل الرياضه هي دورها مهم قوي في تخفيف المعاناه اللي فيها الشارع المصري. وان شاء الله مصر كبيره، مصر كبيره باولادها بالنماذج المميزه بالانديه المصريه، وطبعا على ارفع النادي. كابتن علي، حابب قبل ما اسيبك، انا عارف ان انت بتجوب العالم طبعا كمعلق كبير في جميع الدوريات العالميه، بتسافر كتير في اوروبا، كلمني على وتحديدا كمان ليك علاقات حتى على مستوى المحللين الاجانب اللي بيبقوا موجودين مع حضرتك في قناتك، عايزك تكلمني على اصداء خساره تحديدا مصر من غانا، يعني هم شايفينها ازاي وانت ايضا شايفها ازاي، ومتخيل ايه في مباراه الاياب؟ عماد، هي كانت صدمه الحقيقه، لكن هي كانت ظروف غير طبيعيه. التشكيل كان خاطئ، مدرب ما كانش في يومه رغم الاداء المصري اللي كان في التصفيات. اي رياضه احنا لازم نتقبل، زي النهارده فرحانين وسعداء بالانتصار والفوز على اورلاندو،
فريق الحقيقه اللي قدم عروض قويه جدا. احنا سعداء النهارده باللقب لانه جه على حساب منافس قوي غنى افضل مننا في ادائها في المباراه الاولى، لكن يعني كنا في اسوء حالاتنا وهم في افضل حالاتهم، مدير رياضه مدير كوره، المهم نتقبل، المهم كمان ان احنا نفوز في لقاء العوده، مش مهم التاهل لان صعب شويه التاهل، وان كان ليس هناك مستحيل في عالم كره القدم. الكره المصريه بخير، والنهارده الاهلي الحقيقه اثبت ان الكره المصريه هي في الرياده دايما افريقيا. ان شاء الله منتخبنا يعني يكون له نصيب في التاهل ان شاء الله، لو ما كانش في المره دي صعب شويه ومفيش مستحيل، وان شاء الله الكره المصريه دايما تكون في الزهر وبلدنا دايما. الحقيقه النهارده انا سعيد قوي ان النهارده النادي الاهلي يعني جمع الشعب المصري في هذه الفرحه، بقى لنا فتره كبيره يعني مفيش هذا الجمع، مفيش اتفاق على شيء، النهارده في اتفاق وفي سعاده وفي فرحه، وعنوانها هو الاهلي. الاهلي هنا يا ساده، وبالفعل الاهلي كان بالفعل في المكان وفي الزمان اللي احنا كنا نتمناه، وبالفعل مبروك لجمهور مصر بصفه عامه وبصفه خاصه لعشاق ومحبي الفن المصري. شكرا ليك كابتن علي محمد علي المعلق الكبير، بشكرك طبعا على هذه المداخله وعلى الروح الكبيره. المهم ان احنا نتحدث عن انتصار مصري يضاف الى المصريين بشكل عام وبشكل خاص طبعا لدولاب بطولات النادي الاهلي. كل التوفيق ليك يا كابتن علي، بشكرك جدا على هذه المداخله. واحنا بنتكلم ان النادي الاهلي قلنا ان الحمد لله الامور بالنسبه له جيده جدا، انتصار كبير. حابب ان اشكر مجموعه اللعيبه اللي موجوده، يعني نالوا انتقادات كانت كبيره جدا خاصه بعد الخساره من غانا، وكأن